السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه بخير. لاول مره كيجيو هذا الفيديو هذا، اشتركوا القناه باش نبدا ديما نسلو اللعب. تقريبا القرصه تاع اليوم عطيت لكم 9 وقلت لكم 15 100% ما جا فيهم حتى شي واحد، ولكن قلت لكم يقدروا يقتلوا هذا الفافوري الاولين ويجيبوا نص واحد. نص واحد كان 5 فافوري و4 فافوري، سقو قتلو هادوك اللي عندنا 100% ما يخسروش، وجاوبو 12 مع الواحد تقريبا. شتو الكرسة اصلا؟ قلت عليكم، قلت لكم راه مخربقة. شتو اللورد شحال خلص؟ 70. ودي زوردر تا هو مخلص 7000. داكشي باش انا عارف الكرسة المهم واش مخربقة. سقو قتلو الفافوري وجابو 4 فافوري مع 5 فافوري وجابو داك التمنية. التمنية كان عندنا هنا هو 16، ولكن باش كنا نقلبو عند كانون نلقاو 16. 8 كاع ما كاين عند كانوت. المهم غدا عندنا الكروسة 5 الفافوري تاع غدا، هما هادو 13 15 و10 و9 و16. عندنا 10 تروازيام فافوري و 13 بومي فافوري، زدنا لتوا كروات صيادر 8 و14 و11 و5 و7. الخمسة قلت انا، وهاد الخمسة هو ولا 14، واحد فيهم ولا غادي يجي في الديرتي. قلت انا مع 13 15، غدا خرجات لينا 13 100% و15 100%. المهم انا كنقول لكم داكشي اللي بان ليا، بحال جا بحال ما جاش. المهم تندير لكم نفس الفيديو داكشي ونفس اللعب، بحال جا وبحال ما جاوش. المهم غدا خرج لينا 13 100% و15 100%. قلت انا 15 اللي غادي يجي في لاكان وغادي يتبع ليه 13 ويقدر يجي معاهم يا 5 يا 14. وعندنا 8 ولا 11 هادو معطيني يقدروا يجي واحد فيهم في الديرسي. دابا قلت انا والمشكلة عاوتاني خرجت لي غطا. قلت لكم هي تلبح، انا قلت لكم ديك 6 واحد اللي كان لاباز اللي حطيت لكم هنا تاع الديرسي، واحد السيت فيه حتى هذاك لاباز اللي حطيت لكم فوق هنا كان 6 1 x 3 16. انا كنهضر مع اللي مفرش الفيديو وقلت لكم هذيك 6 1 صعيب باش تقتلهم، صعيب باش تقتلهم بجوج، حيت انا باش زيد 9 قتلت 12 وقتلت 6. وقلت لكم العكس، قلت لكم الا ما جاش 9 بيجي الواحد وبيجي 6 وبيجي 12، ولكن داك 8 ما قلتوش لكم. المهم هذا اصلا ما لعبش على حساب غطا، داكشي واش ما حطيتوش هنا، ولكن غطا مع الكروسات يبان لينا 13 15 غادي يكونوا ان شاء الله في الترسي هادو بجوجهم. والمشكله اللي قلت لكم تاع غطا هو 9 10 غادي يجي فيهم شي وحده، هما هما هادو اللي صعاب يتزلاو وخرجوا ليا بجوجهم غطا 15 13. وهاد الجوج قلت انا ضروري غادي يجي شي واحد فيهم في الترسي مع هادو، واخا جاو غير فافورين، هما برومي فافوري دوزيام تروازيام كاتريام جاو في 4 الفافوري. يعني غدا يقدر يكون الترسي قلت انا فهاد 4 الاولين والله اعلم. المهم الا ما جاوش هادو شي واحد فيهم، الطوكار غادي يكون هنا ضروري، الطوكار هنا 100%. عندنا 8 ولا 11 واحد فيهم، وعندنا 5 مع 14 واحد فيهم. انا خرج ليا 9 هنا، خرج ليا كاين في الترسي، وعندنا عاوتاني خرج لينا كاين في بونجير، ولكن انا واخا هكاك ما تيقش فيه. حيتاش دابا اللعب ما امتى كيبان عاود تاني مزيان هو غدا فاش تيلعبو البروغرام تحطو باش غادي العيودة، ما فاش كيبان اللعب. هما دابا واخا هما غادي يكونو نيت فيه على هاد 5 الفافوري، هما هاكا نيت فيه تيكونو مستفين من الاول تا لسانكيام بالترتيب، ولكن تيبان لك عاود تاني اللعب فاش يكونو حاطين باش غادي. عندنا 15 ولا 16 واحد فيهم في الترسي هنا، نيت الواحد كان 9 والواحد ما 9 اللي قلنا 100% جا الواحد. عندنا لاباز 13 11 9 دونجي 13 و9 11 هو في الطوكا، ويقدر يجي هاد 11 مع 13 15 إلا ما جاش هاد 9 10، ولا يجي واحد في هادو يكون صحيح هادو، حيتاش هادو واخا هاكاك صعاب يتزداو، يقدر يكون واحد في هادو صحيح ويجي مع واحد في هاد الجوج 9 و10 ويبدا يكون معاهم الطوكار هنا. تقريبا قلت انا
90% غادي يكون الطوكر، حيت هاد ليام عاوتاني ما كاين غير الطوكر، الكروسة وفي سميتو وفي البلا. المهم عندنا لو باز هنا 13 11 11، ردو من البنك يقدر يجي تروازيام. عندنا 9 دونجير هنا، هما عندنا 8 ولا 11، هدا كيلعب على التيرسي، داكشي واش قلتلكم انا 8 ولا 11 يقدر يجي شي واحد فيهم في التيرسي. وعندنا 5 ولا 14 ميفيونس، انا كان نيت اليوم 8 نيت قبل تروازيام، هما 8 11 و5 14 هما اللي كاينين هنا، 8 ولا 11 و5 ولا 14. شو قلت لكم انا لا ما تدل 10 و9 الطوكر غادي يكون هنا 100%. عندنا عاوتاني 8 ولا 11، هاي عاوتاني خرجت لينا هنا هنا وهنا، هادو جوج الخطرات و11 هو هنا، يعني هاد 11 تيبان لي انا يقدر يكون 90% يقدر يكون في التيرسي. المهم عندنا هنا 15 13، وعندنا 9 دولار 10، واحد فيهم هادو يقدر يجي مخرجينا 100% بجوج، ولكن يقدر يموت شي واحد فيهم ويجي واحد من هنا وواحد من هنا، وغادي يجي معاهم 8 ولا 11. المهم هادو هما اللي خرجوا لي انا كوبلي 15 13، غانانت غانانت حاط 13 11 15 11 4 8 14 ولا 5 و16 ولا 12. هاد 16 ولا 12 غادي يجي شي واحد فيهم غطا سانكيام، غيجي في لاريفي واحد فيهم في اللخر هاد الجوج، وقلنا 13 مع 15 الى بيجيبوهم في فوريا يجي معاهم هاد 9 دولار 10 واحد فيهم، وتيبقى لينا واحد الطوكار من هادو 8 ولا 11 ولا 5 ولا 14. حط سعيد للجميع.